المكان اللي ورايا هذا له أثر كبير في انتشار الإسلام. بدون الأحداث اللي حصلت فيه ما كان الإسلام زي ما هو عليه اليوم. إيش هذا المكان؟ وإيش الأشياء اللي حصلت فيه؟ هلا والله أبو سليط رجع بعد ما قص عليكم قصة رحلة الإسراء والمعراج واللي كان فيها من الأحداث الغريبة ما فيها. فبعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ونام ديك الليلة ويا لهمل. الآن عنده حجة قوية يحاج بها الكفار، عنده رحلة الإسراء والمعراج، خلاص المفروض الكفار كفار قريش يصدقوه. خلاص راح، ايش بكم يا جماعة خير؟ ترى راح من مكة لبيت المقدس، بعدين من بيت المقدس للسماء، وبعدين من السماء رجع لمكة مرة ثانية في ليلة واحدة. يا قوتها من حجة. فنام صلى الله عليه وسلم ديك الليلة بعد رحلة الإسراء والمعراج، فلما صحي وخرج من غرفته ونادى سادات قريش عشان يقول لهم رحلته هذه، انه راح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وصلى مع الأنبياء داخل المسجد الأقصى. يا جماعة خلاص بإذن الله الكل حيسلم، ولكن للأسف كثير ما صدقوه، كثير ما صدقوه. قوة الحجة ولكن جهله، ما صدقوه لدرجة انه بعضهم قاعد يصفق وبعضهم حاطين كذا يدهم على خدهم مستغربين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم في ليلة. فاستغل المشركين وقتها الشيء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللي هو رحلة الإسراء والمعراج للتشكيك به. التشكيك به قدام مين؟ قدام الناس اللي آمنوا به المسلمين. فكانوا قريش يقولوا معقولة بس ليلة؟ ليلة بس؟ جدو ذا؟ كيف نصدق؟ يا ناس يا ناس، إن العيرة القافلة لو بتروح من مكة للمسجد الأقصى حتروح في شهر. أيوة شهر من مكة للشام، ولو حترجع في شهر. وصاحبكم ده يقول إنه لف الدنيا كاملة لا وراح مكة في ليلة واحدة. صدقوه. الكلام كان ينقال قدام المؤمنين وفعلا أثر في ضعاف النفوس الكلام هذا، وشكوا في نفسه وارتد كثير ممن أسلم. وبعدها ذهب الناس لأبو بكر رضي الله عنه وقالوا له إن صاحبك هذا يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ورجع في ليلة واحدة، صدق هذا أبو بكر الكلام ده اللي يقوله؟ فقال له أبو بكر لا أنتوا قاعدين تقولوا كلام ما قالوا محمد أو ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له إذا ما أنت مصدقنا وروح شوف فلان من في المسجد قاعد يقول الناس قصته هذه. فرد عليه أبو بكر صديق بكل هدوء وقال إذا فعلا الكلام اللي قاعدين تقولوه على النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو قال هذه الرحلة قاعد يخبركم بهذا الموضوع إذن فصدق. يا أبو بكر أنت من جدك؟ ويرد عليه أبو بكر رضي الله عنه يقول له عجبكم فوالله إنه مرات يقول لي إنه خبر لشيء معين يجيه من الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض في ساعة بالليل أو ساعة بالنهار فأصدقه. فقاعدين دحين تستغربوا من طلوعه ورجوعه في ليلة. فوقتها رد قريش أبو بكر تعال معنا خلينا نروح له. وفعلا راحوا له معاهم أبو بكر رضي الله عنه وتجمعوا عنده صلى الله عليه وسلم ومعاهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم. هذا كله عشان بس إيش؟ يسألوا أسئلة تحشيرية للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة ولكن هيهات. فجأة قالوا قريش شباب أكيد كلكم سمعتوا اللي قالوا محمد راح السماء ومدري فين وفي ليلة واحدة. طب اسمعوا يا محمد صف لنا بيت المقدس معالمه أوصافه. في بعض من الناس اللي سألوه يعرفوا بيت المقدس قد راحوا هناك فعارفين شكله كيف وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قد راح هناك. فالمفروض انه مدام اني انا عارف انه هذا الشخص ما راح هناك وجاوب لي على وصف الشيء اللي سألته يا حتكون حجة علي انه هذا الآدي مصادق. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم طيب وبدأ يوصف لهم بيت المقدس. هم مستغربين على كيف انه قاعد يذكر التفاصيل هذه وبدأوا يسألوا عن اشياء دقيقة في المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ كل التفاصيل لانه رايح كان لهدف معين. يعني طبيعي انا اذا رحت مكان لهدف معين مو عشان اشوف المبنى لا رايح لهدف معين ما حتلفت انتباهي الاشياء الثانيه الامور الدقيقه في المكان. يعني مثلا انا اسالك سؤال لو قلت لك اوصف لي بيتكم من برا من ورا ولا من الجنب انت كل يوم في بيتكم انا عارف بس في بعض الاشياء في بيتكم ما تلفت انتباهك. كم شباك عندكم في البيت؟ في بعض الاشياء ما تلفت انتباهك عشان كذا انت ما تركز عليها. فما بالك شخص راح مكان اول مره يروح وراح لهدف معين مو عشان يشوف تفاصيل المبنى وقاعد ينسال عن الاشياء ما ركز فيها ما حفظ كل التفاصيل المبنى. ولكن هنا تيجي معجزة الله سبحانه وتعالى إنه جسد للنبي صلى الله عليه وسلم بيت الله ورفعه أمامه ينظر فيه لوحده. يعني مو باين للناس بس باين للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا قاعدين يسألوه عن أوصاف المسجد الأقصى إلا ويجاوبهم عن كل حاجة ويقالوه قدامه. فكانوا يسألوا النبي والنبي ينظر البيت ويجيب على أسئلتهم والنبي يوصف ويجاوب على أسئلتهم وأبو بكر يقول صدقت أشهد أنك رسول الله. ليه ما تدوم الأسئلة؟
تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام موجه لأبو بكر، وأنت يا أبو بكر الصديق. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سكوت، ما في رد، الكل ساكت، ناس قاعد يتكلم فيما بينهم. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وقال: أزيدكم على كل شيء جاوبتكم عليه، إني قد مررت ببعير لكم في مكان معين، بقافلة معينة مرت وأنا راجع شفتها ووصف لهم المكان، وسوف يأتوكم اللي هم هذول البعير والقافلة في اليوم الفلاني، يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوتان. فلما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزايد، تعرفوا اللي كذا مش تقول له ده؟ هذا كلام هو جابه لنفسه، خلينا نشوف. وفعلا انتظروا، فإذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط القافلة تصل. فمع وصول القافلة الناس بتقسم ثلاث أقسام: كفار، وازدادوا كفرا، مرتدين، ناس كانوا مسلمين وارتدوا، وفي ناس مؤمنين ازدادوا إيمانا من تلك المعجزة العظيمة. أبو بكر الصديق طبعا كان في كفة ثانية لوحده، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه آية في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وبعدها طبعا خلاص الناس صاروا يقولوا: محمد هذاك اللي راح من مكة للمسجد الأقصى للسماء، محمد وورد اوف ماوث، الناس كلها بدأت تتكلم عن محمد. بداية السنة الثانية عشر من البعثة، مو 12 من الهجرة، النبي لسه ما هاجر، لسه في ذا الوقت النبي لسه ما هاجر للمدينة. ولما أقول لكم البعثة يعني من وقت ما نزل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، عدت الآن 12 سنة. عموما نحط لكم تايم لاين عشان تعرف ان احنا فين بالضبط، وش الاحداث اللي راحت، وش ما اقول الجاي، بس غالبا نحط السنوات. المهم في موسم الحج في السنة 12 من البعثة، جاء 12 رجل من الانصار سكان المدينة وقت اللي هم قبائل الاوس والخزرج، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج السنة اللي قبلها اللي سنة 11 من البعثة، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. وموسم الحج سنة 11 من البعثة تكلمنا عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم استغل فرصة موسم الحج بانه راح يبلغ الناس، بس قريش البزورة كانوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما كان يدعو كان يقولوا: يا جماعة خلينا نصدقوا. فالحسن الحظ الناس بدأت تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وسابوا الناس اللي ورا النبي اللي هم قريش واللي كانوا يقولوا سيبوه، بدأت تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضهم آمنوا به. اللي آمنوا به وأسلموا ورجعوا لبلدهم اللي هي المدينة المنورة، وانتشر الإسلام هناك، وما بقي دار إلا قد سمعوا بالإسلام هم 6 أنفار. وأمانة هدول هم أساس نشر الدعوة ترى، يعني لولا الله ثم هم ما كان الإسلام زي ما كان عليه اليوم. فالأمانة لازم نذكر أساميهم، دول ناس مفروض يخلدوا في التاريخ. الأول أسعد بن زرارة رضي الله عنه، عوث بن الحارث، رافع بن مالك، عطبة بن عامر، عقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رياض. فدول لمن جاء موسم الحج في السنة 12 من البعثة اللي هي السنة اللي بعد موسم الحج اللي دوبري قلت لكم عليه، جو منهم 5، واحد بس هو تخلف ما قدر لظروف يعني، اللي هو جابر بن عبد الله بن رياض. فزي ما قلت لكم جو 5 للنبي صلى الله عليه وسلم وجابوا 7 معاه، فكذا صاروا 12 رجل من قبائل الأوس والخزرج اللي هم أنصار قبائل المدينة. وجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في منى والتقوا به في السنة 12 من البعثة في موسم الحج في مكان يسمى العقبة ليبايعوه عليه الصلاة والسلام، وسمي ذاك اللقاء ببيعة العقبة الأولى. فلما وصلوا الأنصار للمكان اللي اتفقوا عليه، جو الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: على ما نبايعك؟ على إيش يا نبي الله نبايعك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشياء أساسية: على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. 6 أشياء أساسية قامت عليها بيعة العقبة: فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا وهو كفارة له. يعني إذا واحد لا قدر الله سوى من الأشياء اللي أنتم بايعتون عليه اللي نهيتكم عنه عوقب في الدنيا، فهذه كفارة له. وأما من أصاب شيئا من الشيء اللي نهيتكم عنه يعني لا قدر الله فستره الله بالدنيا يعني، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فسميت هذه البيعة كمان ببيعة النساء. ليش؟ لأن النساء لاحقا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشياء أساسية هذه اللي ذكرناها ببيعة العقبة الأولى التي لم تتضمن قتالا، يعني ما فيها جهاد، فلذلك سميت بيعة النساء أو بيعة العقبة الأولى. هذا المكان اسمه مسجد العقبة أو مسجد البيعة. هذا المكان تحديدا هو المكان اللي بايع فيه الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ترى احنا في منى يا جماعة الخير، وعلى يمين هتلاقوا الجمرات. ليش سمي بالمسجد العقبة؟ لأنه قريب من جمرة العقبة تقريبا مسافة 500 متر، وهو تحديدا جاي في من شعاب جبل ثبير. فزي ما قلنا هو أساسا اتبنى سنة 144 هجري على يد أبو جعفر المنصور، وبعدها اترمم على يد المستنصر بالله سنة 625 هجري، وآخر ترميم صار له في عهد الملك
فهد الله يرحمه. والان هو دحين زي ما انتم شايفين انه هو مقفل، لانه الان في اصلاحات وتجديدات وترميم لكل الاماكن او المساجد الاثريه الله يحفظه ولي العهد الامير محمد بن سلمان. يا اخي ممتع صراحه لما تهتم كده بالتراث يا اخي، حاجه له سيره ذاتيه شيء حرفيا. يا جماعه خير المكان هذا يعني صار فيه حدث لولا الله ثم الاحداث اللي حصلت فيه، ترى ما كنا نتعبد زي ما كنا اليوم، ما كنا نعرف الاسلام زي ما هو اليوم. يا اخي لما تحس كده احساس انه الرسول كان واقف هنا، الرسول كان واقف هنا، واللي هو 12 من الاوس والخزرج لما جوا في البيعه العقبه الاولى، و73 وامراتان لما جوا في العقبه البيعه الثانيه وجوا بايعوه هنا، كانوا خايفين من قريش. يا اخي في شيء كذا في 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 مشاعر غريبه صراحه لما اطول في هذا المكان، بس حقيقي المكان له اثر ولازم نهتم في اثارنا، فاهم وفاهمه اللي هو يعني في الاخير كانكم معي يا جماعه خير. بس والله والله من جد يعني المكان صغير بس يا اخي سبحان الله فعليا سبحان الله. على كل حال بعد ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علمهم الاسلام، خلاص خلصت بيعه العقبه الاولى، ال12 رجل دول خلاص راجعين للمدينه. قام الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل معاهم واحد جليل، واحد يعني انسان كفو، اسمه مصعب بن عمير رضي الله عنه، عشان يعلمهم دين الله اكثر واكثر، سواء قران احكام فقهيه وغيره. وفعلا مصعب بن عمير كان الشخص الصح في المكان الصح في الوقت الصح جست ان تايم، لانه كان اثره خرافي في نشر الدعوه. ولكن لو في واحد من اهل المدينه اسلم الدنيا حتفرق، لانه هذا الشخص اللي دحين هقول لكم من هو كان صاحب كلمه سيد قوم، يعني لو هو اسلم قوم كلهم حيسلموا. وهذا الشخص كان اسمه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا واحد كان في المدينه وكان صاحب كلمه بين قومه، فقلت لكم لو هو اسلم قوم كلهم حيسلموا. فحرفيا هذا مره نحتاج انه هو يسلم. وصلوا 13 نفر ومعاهم مصعب بن عمير، اللي هم ال 12 نفر اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم مصعب بن عمير، فكانوا ايش كذا صاروا 13 نفر. وصلوا للمدينه رضي الله عنهم جميعا، فسكن مصعب بن عمير رضي الله عنه عند سعد بن ابي زراره اللي هو واحد كانوا من اللي شاهدوا البيعه، واحد من ال 12. فعمل الاثنين دول افضل دويتو في نشر الدعوه، الاسلام اتنشرت نشر وقتها. وفي يوم من الايام كان مصعب واسعد كذا جالسين عند بئر وحولهم مجموعه من الناس ويتكلموا كذا دعوه نشر الاسلام وتكوى. فكذا من بعيد كان كذا في رجلين، والرجلين دول كانوا من سادات الانصار واقفين ويطلوا في اسعد ومصعب، ما كانوا راضيين عن اللي قاعد يصير في المدينه من انتشار الدعوه. والرجلين دول هم سعد بن معاذ واسيد بن حضير. فقال سعد وقتها لاسيد قوم كلمهم بالله لانهم خربوا ضعفاءنا ترى، وباين عليهم حيخربوا بيوتنا، سكتهم ووقفهم بالله. فقام اسيد اتجهز وراح لهم، راح لمصعب واسعد، وهو في الطريق لهم لمحوا اسعد بن زراره ولف لمصعب بن عمير رضي الله عنه قال له شوف هذا اللي جاي سيد قوم، اذا وصل عندنا بالله بكل اجتهاد نحاول ندخله معنا في الاسلام. انسان مهم، رد عليه مصعب تمام بس خليه يوصل. وصل لهم سيد ووقف قدامهم وتكلم وقال ايش قاعدين تعملوا في قومنا؟ وايش جابكم لنا من الاساس؟ تسفهوا ضعفائنا؟ يا اخي سيبونا في حالنا يا بس لو يعني تسمح لنا نتكلم خلاص ابعد عننا. مصعب يقول له بس تسمح لنا نتكلم ولك الخيار بعدها، فين قبلت بكلامنا ما ضرك شيء، وين كرهته سبناك في حالك ووقفنا، ايش رايك؟ والله عارف. قالوا سيد سمعوني يلا ايش عندكم من كلام. وفعلا انضموا سيد للتكوى للجلسه، واخذ مصعب ينشر الدعوه باسلوبه، اسلوب لين تغيرت ملامح سيد، وين اقتنع من اسلوب مصعب يا اخي كلام مقنع. فجاء تكلم وقال والله يا اخي كلامكم جميل يا اخي، طب بسال السؤال لو في شخص دحين بيدخل في دينكم ايش يعمل؟ ردوا عليه يغتسل يطهر ثوبه ايش شهاده الحق وصل ركعتين. فجاء وسيدي يقوم وبيغتسل ويتطهر وايش شهاده الحق صلى ركعتين اسلم وسيد الله دوبه قاعد دوبه كان قاعد ينهانا وسيد اسلم وسيد. حسن الاسلوب والاقناع يا جماعه الخير. بعد ما دخل في الاسلام قال معايا يا رجل إن آمن بدينكم صدقوني قوموا كلهم حيسلموا وحقول له عليكم الله. يا جماعة الموقف ترى يعني لو نرجع لديك الأيام ترى الموقف موقف كذا قشعريرة ويحمس، واحد قاعد دبو ينهانا فجأة دبو دخل الإسلام وبيحاول يساعدنا عشان ننشر الإسلام، لا وبيساعدنا عن مين؟ عن سيد القوم. ودحين هو رايح يقول له على الاثنين دول ومشي وسيد لين ما وصل لسعد بن معاذ وهو جالس كذا مع قوم. فجاء سعد شاف مسيد وجاء نطق وقال وجهك متغير ايش حصل معك؟ حكينا ضحكوا عليك ايش قالوا لك لعبه في راسك؟ غسلوا لك مخك؟ فرد عليه وسيد روح شوف بنفسك صدق. فوافق سعد وراح اتجه للاثنين مصعب واسعد رضي الله عنه. واول ما وصل قال ايش عملتوا في اسيد؟ مو كفايه الباقين؟ يا اخي ابعدوا عننا. فجاء مصعب قال له بس لو تسمح لي ابعدوا عننا، لو سمحت ارد عليك وحنقول لك كلام، لو قبلته ما حيضرك ولو كرهته حنوقف ونبعد، بس اجلس حياك الله اجلس واستمع. فجلس سعد بن معاذ معه يسمع ايش عندهم ذول، وبدا مصعب يشرح وينشر الدعوه باسلوب، فبان كذا على وجه سعد انه والله
تقبل الكلام وقال بعد ما انتهى مسكت هو يا اخي كلامكم جميل يعني. طب دحين ما سأل السؤال، لو الشخص بيدخل في دينكم كيف يدخل؟ فردوا عليه يغتسل يطهر ثوبه يشهد جهاز الحق ويصلي ركعتين. فقام سعد اغتسل طهر ثوبه وصلى ركعتين يا باشا ودخل في الاسلام. حتى سعد دخل في الاسلام، يوه سعد فينك دوبك قلت نهانا. بعد ما دخل في الاسلام رجع للقوم ورجع للديوانيه المجلس اللي كان جالس فيه، ولما سيد دخل لهم فشافوه القوم قالوا له سعد وجهك متغير ايش حصل؟ ضحكوا عليك كمان انت؟ وقف قدامه وقال يا بني عبد الاشهر انا مين بالنسبه لكم؟ قالوا له سيدنا وافضلنا رايا واحد حكيم واكثر شخص فينا يفهم. فجاء قال فان كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، ما حد يكلمني فيكم لا رجالكم ولا نساءكم لما تروحوا تؤمن. ومن بعد هالكلمه قيل والله ما امسى، يعني ما جاء المساء، يعني ما اوصف لكم لا من رجال ولا من نساء ولا شيخ من دار بني الأشهن إلا صار مسلم وصارت والقبيلة كبيرة على المعلومية. كملوا أسعد ومصعب في نشر الإسلام في المدينة لين ما بقي ولا دار إلا وفيها بني آدم مسلم. وتأخوا وقتها قبيلتي الأوس والخزرج بعد ما كانوا بينهم مشاكل القطع، وقعد فترة عندهم مصعب بن عمير يدعوهم ويكمل دعوته. وبعدها رجع للنبي صلى الله عليه وسلم لمكة يبشروا باللي حصل في المدينة يا برو. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وهنا نقدر نقول إنه مصعب بن عمير كان أول سفير للإسلام بفعلته اللي فعلها. وبرضو كمان لا ننسى لدور الصحابي الجليل اللي هو أبو سيد بن زرارة رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا يعني. فكده انتهت بيعة العقبة الأولى، ولكن مسلمي المدينة أخذوا موعد ثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة اللي بعدها، وحيكون اسمها بيعة العقبة الثانية. إيش الحدث اللي فيها؟ وإيش الفرق بينها وبين بيعة العقبة الأولى؟ كل شيء حنشوفه في الحلقة الجاية. ولا تنسوا تقترحوا لي مواضيع نتكلم عنها يا جماعة الخير. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهنا اليوم اقترح لك حلقة مهم تتفرجها عشان تفهم تسلسل السلسلة هذه.